لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أسباب تأجيل موعد جنازة الطفل ريان والكلمة الأخيرة للأطباء الشرعي. صدمة كبيرة عاشها العالم أمس عقب الإعلان عن وفاة الطفل ريان بعد أن قضى داخل البئر 5 أيام وحيدا يشعر بالرعب الوحدة والبرد، ورغم محاولات رجال الإنقاذ الوقاية المدنية إخراجه وإعادته إلى أهله سالما، إلا أنه توفي قبل ساعات من الوصول إليه متأثرا بإصابة بكسور متعددة في الرقبة والعمود الفقري، إلى جانب نقص الأكسجين والبرد القارص. وزاد التساؤل والبحث خلال الساعات الماضية عن موعد جنازة الطفل ريان شهيد البئر الذي وحد العالم بكلمة على حبه والدعاء له بخروجه سالما من محنته، اللي تحول الدعوات إلى دفتر عزاء ونعى لطفل الراحل، وهو ما أوضحته الصحيفة المغربية سهم حالية في بس مباشر للوطن. إذا شرحت سبب تأخر الجنازة حتى الآن وحقيقة وفاة الصغير قبل خروجه موعد جنازة الطفل ريان شهيد البئر، وكشفت سهم أن الطفل ريان شهيد البئر التي يصل إلى عمقها إلى 60 مترا حاول رجال الإنقاذ تزويده بالأكسجين، وبالاستمرار طوال مدة تواجده داخل عمقه الحفر كانت تسير على قدم وساق رجال الوقاية المدنية. بذلوا مجهودات جبارة للوصول إلى ريان وإنقاذه بعد وصول الطاقم الطبي إليه، وضعوا له الأكسجين وحاولوا إسعافه بعد توقف قلبه وإعادته للحياة، ولكنه مشيئة الله وتم نقله إلى المستشفى العسكري. وعن موعد وتفاصيل الجنازة، فلا يزال الأمر مرهونا بتقارير الطب الشرعي لمعرفة سبب وفاة الطفل ريان وساعة الوفاة الأكيدة، إذا أن قصته أصبحت قضية رأي عام في المغرب والعالم، والمملكة المغربية تلتزم الشفافية، ولذلك فلا أحد يعرف الموعد المحدد لخروج جثمان من المستشفى. وتشييعه المؤكد أن الجنازة ستكون مهيبة وستتبعها الجميع. بداية قصة الطفل ريان زوى 5 سنوات كانت عندما كان الصغير يلهو إلى جوار منزله يوم الثلاثاء الماضي، عندما تعثرت قدمه وسقط في البئر المملوكة للوالده على عمق 32 مترا. حاول رجال الإنقاذ الوقاية من الوقاية المدنية في المغرب بإخراج، ولكن صغر قطرة فاتحة البئر البالغة 38 سم حاولت دون ذلك ليتمم تزويد الصغير بالأكسجين باستمرار منذ ذلك الوقت، وحفر بئر موازية للمكان تواجده، ولكن الأعمال صارت في بطء بسبب خوف رجال الوقاية المدنية من انهيار التربة. ورغم المحاولات المتسميتها إلا أن الصغير فارق الحياة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.